ده بالنسبة للمواد. هنا اتكلمنا عن الإدارة المحترفة. طيب ايه العنصر الثاني اللي احنا من خلال عشان نحقق الإدارة المحترفة دي احنا محتاجين ايه؟ محتاجين استثمار، محتاجين موارد. علشان كده كان في العمود الثاني اللي موجود ده حضراتكم قبل ثانية واحدة قبل ما اتكلم عن العمود الثاني والاستثمار. الإدارة المحترفة دي عشان اختم بيها، كان عندنا الإدارة التنفيذية في النادي. الإدارة التنفيذية في النادي زميلنا وابننا العميد محمد مرجان. محمد الحقيقة محمد من الناس اللي اتولدت جوه النادي، من الناس اللي ساهمت مساهمة كبيرة جدا كرياضي وكمحب للنادي وكمان كإدارة. فمحمد أنا بشكره جدا، لأن الفترة اللي هو كان موجود فيها وأنا الوحيد اللي ممكن أبقى عارف ايه الحاجات اللي هو تصدى ليها، محدش يعرفها غيري. فمحمد كان الحقيقه كان من حتت او من مناطق اللي حمايه لحاجات كتير موجوده جوه النادي، فانا بشكره جدا جدا اللي ادى رسالته على اكمل وجه بالنسبه لمحمد.